عشنا عمر طويل سوا. بتشوفي الشارع بتعرفي اخراج الاستاذ هشام شربتجي. نجوم سوريا يستذكرون هشام شربتجي في مجلس عزاء. كان يقدر يسمع الفرح مثل ما بيشوف النكته بالشارع، وهي ما لها مهمه سهله ابدا. هو ركن اساسي من أركان نهضة الدراما السورية في التسعينات. علامة كبيرة وعلم من أعلام سوريا، أحد الرواد المهمين بصناعة الدراما السورية، صانع الفرح. ودي أقل حاجة ممكن تتقال عن المخرج هشام شربتجي أو صانع الفرح زي ما الكل لقب. واللقب ده ما جاش من فراغ، فهو رسم الضحك على وجه الجمهور لسنين بأعماله الكوميدية الكتيرة اللي بيفتكرها الصغير قبل الكبير. بتشوفي الشارع بتعرفي إنه هاي إخراج الأستاذ هشام شربتجي، إله سمة خاصة بأعماله. كان إنسان مترع بالمحبة بالتواضع، الله يرحمه، فقدنا أيقونة. شيخ الكار مثل ما بيقولوا هو عراب الدراما السورية، صاحب النكتة الحلوة وصاحب الأعمال الكوميدية الذكية. كان يقدر يسمع الفرح مثل ما بيشوف النكتة بالشارع، وهي ما لها مهمة سهلة أبدا. صحيح، فالحد النهاردة الجمهور لسه بيضحك لما بيتفرج على يوميات مدير عام وجميل وهناء أو سلسلة النجوم اللي قدمها على مدار سنين طويلة. هون منيح أبو طمزات؟ لا أنا شوف منيح، نحن معي من هون منيح. عشنا عمر طويل سوا بسلسلة نجوم، يعني يومي 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 عايشين مع بعض، وهذا بيخليك يعني تحسي انه انت فقدت حدا من اسرتك. فهو كمان في السلسله دي قدم للجمهور عدد كبير من اشهر نجوم سوريا اللي بدأوا مسيرتهم معاه، زي امل عرفه. ايه اصابيعك كانوا مغطينا، ايه ما هيك. باسم يخور. كوثر، لاخر مره عم بحكي معك، اني خيرتك فاختاري. وشكرا مرتجى. جبت فيه مونة للبيت مو كان أحسن من العنك الفاضي. وشكران ما قدرتش تخفي تأثرها في العزة زيها زي كتار من اللي حضروا. ومحبة هشام كبيرة في قلوب اللي اشتغلوا معاه، وحتى اللي ما كانش فيه نصيب يشتغلوا معاه. وهي خسارة كبيرة لي، يعني كنت كتير حابة إنه نشتغل مع بعض، بس آخر 10 سنين بالحرب التقينا كتير، قعدنا كتير مع بعض، والقعدة معه يعني لا يمل منا. كان إنسان مثقف جداً، وطني جداً، رغم ألمه الكوميديا والنكتة حاضرة عنده. استثنائي عن جد، وقيمة فنية كبيرة نحن خسرناها. أنا كنت من أحد الأشخاص اللي بتمنى لو أنا واقفة قدام كاميرته أو مشتغلة معه، للأسف ما صار نصيب. الله يرحمه.